السلام عليكم حبيباتي، اليوم راني جيتكم بوصفه مقروط العسل. كل الاسرار تاعو، الطريقه تاعو، كيفاش نديروه. هايلك هاد الوصفه اللي نديروها في جميع المناسبات، وهاد اليامات يامات العواشر تاع مولد نبوي الشريف. نتمنى تجربوها وديروها هكذا مليحه، القهوه مليحه للضياف، مليحه للدراري، يحمك وحده تحب تهديها ولا ديها معاها، حاجه شابه ومليحه. نتمنى تجربوها معايا. نبداو على بركه الله في المقادير. نتلاقاو، نبداو على بركه الله. واش نديرو؟ دونك هاوليك الكاس باش بلا اللي كيلت به. انايا دونك درت هنا سميد يكون مويان، ما يكون رقيق رقيق، ما يكون حرش، دونك يكون مويان. كي تروحوا تشرو دونك كاين دركا سميد سبيسيال تاع مقروط يكون مويان. هاوليك درت 3 كيسان هكذا، هاد العبار 3 كيسان سميد، قرصه ملح هايلك، مع كاس دونك هذيك الكيله 3 كيسان سميد، كاس تاع السمن، ناقص صبع هكذا، هذاك صبع واش نديرو له؟ نزيدوه زيت. هاوليك على باليش الا يبان، هاوليك الزيت دونك صبع، دونك هكذا الكاس هذا الكيل عندنا، هذا كامل سمن وصبع زيت، دونك 3 كيلات سميد، كيله سمن ناقص صبع، وهذاك صبع نكملوه بالزيت سونغو. دونك واش نديرو طريقه هنا؟ انا هنا ما حمصتش هذاك السميد، واش ندير؟ ندير هذاك هذيك هذاك السمن فوق النار باش يسخن، لازم يسخن مليح، هاد يكون سخون مليح مليح، ومن بعد نعاود نديروه ديريكتومون فوق هاد السميد. دونك نعاود نروح نسخنو، نعاود نولي لكم نوري لكم كيفاه. تحسوا هذيك هذاك السمن وهذيك الزيت بدات حبت تغلي، واش ديروا؟ ترفدوها هكذاك سخونه فوق هذاك السميد. شوفوا كيفاش لا رياكسيون، لازم لا رياكسيون تاعو هكذا، لازم تكون هكذا لا رياكسيون. شوفوا وتخلطوها كامل، لازم هكذا مع الزيت هذاك الكونتاكت تاع السمن هذاك والفرينه لازم يغلي فوق هذاك السميد هكذا، ومن بعد تخلطوها كامل، خلطوها مليح، تبسوها كامل هكذا، لازم كامل هذاك هذيك السمن هذاك السمن كامل يدخل في هذيك هذاك السميد. سمحوا لي على البغوي. كي تدخلوا كامل هذاك السمن مع هذاك السميد تبسوه كامل مليح هكذا بالمغرفه، باسكو الزيت اي خليتها حتى قريب بدات تغلي باش رفدتها. واش ديروا؟ تغطوها وتخلوها دو بريفيرونس، انا هاد الطريقه انا نخليها تبات. دونك جو بريبار هكذا سميد مع السمن تاعي شويه تاع ملح ونخليه يبات. الا ما عندكمش الوقت تخل ديروه الصباح، ديروه هكذا صباح وطيبوه العشيه، كملوا له العشيه. دونك انا نخليه يبات، غدوه باذن الله نكمل معكم الطريقه. هاوليك هذاك السميد بعد ما خليته ليله ارتاح مع هذيك هذاك السمن، شرب كامل هذاك السمن. هاوليك نرفدو دوك ونخدمو. دونك كاينين اللي يحبوا يديروا السكر هكذا السميد، اللي حابه دير سكر دير زوج مغارف تاع السكر، زوج مغارف كبار تاع السكر. انا ما نحبش نديرو، علاه؟ باسكو دوك يتعسل اوتوماتيك ديريكتومون. دوك اللي ما يعسلوش ديريكتومون المقرو تاعهم يقدروا يديروا تمر بلوتو يديروا السكر، علاه؟ باسكو اللي حاب ياكل مقروط ماشي معسل عنده مرض السكر ولا عنده حاجه هكذا، بعيد الشر عليكم. دونك يقدر ياكل هكذاك حبه تجي شويه حلوه بهذاك السكر، مي لي سلكي على انتونسيون لي في بالها ديريكتومون تعسلو، انا في بالي سي با لا بان نديرو له السكر داخل. اللي حابه تنسمو تاني ولا تعطرو بلو زاز دو سيترون اوسي يجي لها بنين بزاف. دونك هاوليك هذا واجد، وانا وجدت الغرس تاعي، الغرس ولا تمر حلبش هكذا يكونوا مويان. دونك كاينين
هاد التمر انا وجدته وخدمته مع لا مارغارين وشويه تاع لافاني. اللي ما يحبوش لذات والتمر ولا الغرس يقدروا يديروا في بلاصتو كاوكاو، ولا يديروا في بلاصتو اللوز، كل واحد والذوق تاعو، كل واحد واش عنده في الدار. او ميم طون وجدت كاس تاع ما زهر وكاس تاع ما. نبداو على بركة الله، نرفدو هكذا شوية، نخدمو شوية بشوية. نفدو هذاك المزهر ونبداو نشمخو فيه شوية بشوية. انا كيما راكو تلاحظو ما درتلو ني فارينة ني بياض تاع البيض، دونك ما درتلوش لا فارين اي لي بلوندور. كاينين يديروه علاه باسكو يخافو يدوب لهم في واسمو في المقلة. انا جامي دابلي دونك ما نديرلوش، مي لي خايفة يدوب لها تقدر دير شوية تاع البلون دو، ولا تقدر دير له شوية تاع لافارين، مي أنا منديرش. نخدمها مليح هكذا باش يدخل داخل الماء، يدخل كامل في هذاك السميد يولي رطب. بعد نزيد له شويه قطره تاع الماء تاع الروبيني، حلو هكذا شويه بركه. ندير بالقطره ندير ما زهر الماء غير شويه برك. خليه شويه يشرب لي هذاك الماء وهذاك المزهر، نعاود نولي. بعد ما خليته ارتاح شويه هاي ليك هذيك لاباط كيفاش تجيني، هذيك لا تيكستور تاعها ولا القوام تاعها. دونك نكوبي هكذا على زوج، ندير حلبش صغار باش يجو ساهلين باش ندورهم. دونك هكذا ندير يدي هكذا، من بعد هكذا ندير طريق في وسط هذيك لاباط وندير في وسطها هذاك الغرس. ما توصلوش دو بريفيرونس ما توصلوش هذاك الحلبوش تاع التمر لي كوتي عليه، باسكو لا بيبار دو طون نقطعوهم باش نسقموهم، دونك باش ما هذيك لاباط ما يكونش فيها التمر ولا الغرس. هكذا برك شوفوا هكذا غير بالعقل. تاع اليوم حبيت نديرو بهاد ها كامل باش ما هايلك هكت. نخليها دكوتي بيد ما نكمل الكمية هايليك. الحربوش واحد اخر بالطابع هكذا.
اللي خايفه باغ اكزومبل الطابح تاعها يتلصق فيه هذيك العجينه، واش دير؟ تقدر تغمضو في لافارين، دير له شويه لافارين و تنفضها كامل باش تنحى هذيك لافارين، ومن بعد تدير المول تاعها. اللي خايفه تكولا لاباط هنا في هذاك الطابح. عليك بعد ما كملت كامل هذاك المقروط، جبت مقله كبيره درت فيها الزيت. الزيت لازم يكون بزاف ولازم يكون سخون، والنار كي تسخن هذيك الزيت النار ما لازمش تكون واطيه واطيه واطيه، قليله ما لازمش تكون نار دو ان فو فيف، لازم تكون نار موين دونك متوسطه باش يطيب لنا في غردو و طياب يدخل داخل هذاك المقروط. الا درناه على نار هاديه واطيه بزاف المقروط تاعنا راح يدوب، والا درناه على نار كومون ديراج فو فيف من برا يطيب ومن داخل ما يطيبش، ومن بعد هكذاك دونك يكون المقروط تاعكم ماشي طايب. قبل ما نديروه يطيب نرفدو هكذا حبه مقروط، نديرو هكذا نشوفو الى بدا يغلي صافي سي الماما، الى ما بداش يغلي صافي مازال ما غلاليش هذاك الزيت دونك نستنى شويه. دونك نعاودو نجيبو حبه تاع المقروط تاعنا هكذا. نو ماما سي بون، هاي بدات تغلي، جوست حطيناها بدات تغلي. دونك نمدلكم اون اوتر ميثود، هاد لا ميثود اللي خايفه المقروط تاعها يدوب. واش دير؟ ترفد هكذا طبسي هكذا فيه الماء، ترمي هذيك المقروطه تاعها داخل الماء هاي ليك هكذا وتنحيها، خليها تقطر شويه وترميها داخل الزيت. بعدها نزيد نعاود لكم واحده اخرى اللي ترميتها داخل الماء. هذه بلا ماء، نكمل كامل القليه نعاود نولي اوليك. بعد ما بدا يطيب هذاك المقروط نحي هكذا وحده وحده هكذا سخون، نلوحو ديريكتومون داخل طبسي فيه العسل هاي ليك، نلوحو ديريكتومون داخل طبسي فيه العسل. العسل لازم يجي يكون بارد والمقروط يكون سخون. نزيد نرفد وحده هاوليك المقروط كيفاش خرج. ما درتلو ني لا فارين ني البلوند ولا بياض البيضه. ملي خايفه اللي خايفه يدوب لها تدير له بياض بيضه ولا شو ولا نص كاس فارينه. انا هكذا نخليه يرقد يبات في هذيك السمن، غد من داك نديرو ما جامي يدوب لي، يدوب في الفم جامي يدوب في المقله هاي ليك هايليك سخونه هايليك. درتهم داخل طبسي تاع العسل، جيلي بريباري في الدار، درتو في الدار هكذا. دوكا مع لا شالور هذيك تاع مع السخانه هذيك تاع المقروط دوك يدوب وحده هذاك ديك العسل، يدوب وحده هذيك العسيله. نكمل كامل طياب ونعاود نولي لكم. الزيت تاعي هايليك بعد ما طابت كامل هذاك المقروط، ما كانش فيه سميد ما كان فيه والو، نطفيلو باش ما يزيدش تحرق هذاك الزيت هاي ليك. المقروط تاعي طاب كامل، درتو في فوسمو في العسيله هاد الكيفيه دونك خرجت لي 26 حبه دونك 3 كيسان تاع فارينه بلوتو تاع سميد ولا حرش خرجوا لي 27 حبه. نعاود نولي لكم نديروهم في لي كيسات. هاوليك المقروط تاعنا بعد ما خلاص درتو في الكيسات تو قلت لكم خرج لي 27 حبه 3 كيسان تاع
كيسان تاع سميد حرش دونك لا الحرشه موينه. دونك قلت لكم لي حابه ما يدوبلهاش في المقله لازم تخلي هذاك سميد وهذاك سمن تشرب. دونك لازم تخليها تبات ولا ديرها الصباح بكري وتطيبها العشيه. وهكذا كي تفاصونيها وكي تقليها، ولازم الزيت تكون بزاف دونك تغطي كامل هذيك الكميه وما لازمش تقلبي فيه. على كل حال يا دي مامو انا وين نقلب فيه هكذا كي تكون لا ديرنيغ لي ديرني مامو وين نغسل شويه الزيت. الحبيبات الاخرين قلبتهم مي دو بريفيرونس ما تقلبوهمش باسكو ان ريسك يدوبو لكم. دونك هذه هي الكيفيه بكل بساطه وبكل سهوله. نتمنى تجربوها، نتمنى ديروا لي تعليقات، ديروا لي دي لايك الا عجبتكم الوصفه. ما على باليش انا ما حبيتش نخسر وحده منها دونك سينو جو في اسييها. اسييها نديرها قدامكم هايليك، شوفوا معسل داخل، شوفوا ماليش الا يتبان مرملها، شوفوا شوفوا معسل. تمر هذاك الداخل ولا الغرس هذاك الداخل رطب، درتو بلا مارغارين. هاوليك هايليك كيفاش يتفتت وحده. هاوليك هاوليك نتمنى تجربوها وتمنى تعليقات تاعكم. دونك نقول لكم الى اللقاء ونتلاقاو في ساعه الخير ان شاء الله في وصفه واحده اخرى. والسلام عليكم والصلاه والسلام على سيدنا محمد رسول الله، والى الوصفه الاخرى.